تتحكم فيها. شارابوفا فعلت كل شيء، حاولت أن ترفع الكرة ولكن شفت الكرة تذهب بعيدة من الروسية ماريا شارابوفا بعد أن وضعت خارج الملعب بقليل بعد فاصل طويل من التبادلات من آخر الملعب. تتفوق على أستراليا 30 لا شيء. خطأ آخر في استقبال الأرسال، أخطاء كثيرة ترتكبها شارابوفا حتى الآن. كرة تلامس الشبك وتسقط قصيرة جدا في ملعب ماريا شارابوفا التي تخسر شوط إرسالها للمرة الثانية وتعطي التقدم للاعبة الأسترالية تومانوفيتش. شوف هذه النقطة تخسر من خلالها شارابوفا شوط الإرسال للمرة الثانية، 3-0 في المجموعة الأولى. Sit quickly, please.